وينك لهلا؟ تركتيني لحالي وما بعرف لا ابيع ولا اشتري. انت شو طينتك؟ شو طينتك؟ طول عمرك ما بتفكر غير بحالك ما هيك؟ لك ما سألت حالك شو عملت؟ انا مين ظلمت؟ على مين قضيت؟ شو يلي تركته وراي؟ انت واحد اناني ما بتعرف شي عن المسؤولية، الحب، الضمير، الانسانية، هدول مفقودين عندك، حتى ما بتعرف شو معناتهم. شو صار لك هلا ما كان فيك شي؟ ليش معصبة؟ انا قليلة حظ هيك كنت اقول، لانك تركتني انا وامي لحالنا بهالدنيا ما قلنا حدا بنوب، وقول يا حرام هالمرة ماتت وما شافت يوم حلو. بس طلع في حدا اتعس مني. مين هو؟ هو ابنك، ابن المرة يلي تخليت عنا وتركتها حامل تواجه مصيرها مع ابنها، قامت رمت حالها من الطابق السابع بعد ما ولدته باسبوع. انا عن جد رغم كل شي كنت حبك، كنت اقول ما عنده مسؤولية، بس معلش هذا ابي. كيف قدرت تهرب وتترك المرة وهي حامل بابا؟ كيف اجا من قلبك تعمل هالشي؟ يا الله شو صغير. ايه وكتير حلو. مأمون اهلا وسهلا، انا اختك الكبيرة جورجيت. وانا اختك اميرة. مأمون، يا الله شو حلو هذا الاسم، مين سماه؟ أميرة يعني مين حيسميه؟ أكيد أمه سمته. أمي اسمحي لي شوف. مأمون حبيبي. شوفه وروح بعدين. جورجيت لا عيب حبيبتي. نسيت أعطي هاي، معناته لازم تخليها ذكرى منه. كيف بابا؟ أنا ما راح أقدر أنسى أبدا. يا مان أنا شايف حالي فيك كتير يا ابني، وعم أشكر الله يلي أعطاني ولد مثلك، ولد حنون قلبه لالله. أنا بفتخر فيك ابني. الحمد لله يلي بعت لي ابني بأخلاقك. بابا أنا ما عاد فيه ابقى هون، ما عاد فيه. من وين طلع هالولد مرت خاله؟ ليش كمال عنده ولد وما بنعرف؟ ايه في عنده ولد. وليش ما حدا خبرني بهالشي بالله؟ والله فكرت ولقيت ما في لزوم. طيب وين امه للولد؟ ليش جابه؟ والله بما انه السيد كمال جايب ولد من مره تانية يروح يرجع له اياه. مروه الزمي حديك، اسمعيني منيح، يا بتقعدي بأدبك يا بترجعي على بيتك. عم تفهمي علي؟ بس إذا رحت شو حيصير إذا رحتي؟ ولا شي. لو كنت بعرف إنه عنده ولد إيه؟ ولا شي.